شاركت في المسابقة تاع العرب، شاركت في المسابقة الوطنية، وشاركت في المسابقة تاع بليدة والجزائر العاصمة. عرفنا بنفسك. اسمي أحمد الله عبد المؤمن، لقبي زحاف، عمري 8. أنا نسكن في مفتاح، ولاية البليدة. أنا هي السنة الرابعة ابتدائي. عبد المؤمن، عندك مواهب؟ بعض المواهب هما الحساب الذهني، تلاوة، حفظ القرآن. أنا مشتهيت في الدراسة. يعني حافظ للقرآن الكريم؟ أشرح زبو شوية من سورة الزخرف.